وفي لفظ من توضأ فليستنشق. طيب هذا اللفظ الأخير مثل قوله في الأول إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتزع، لأن الانتثار يكون بعد الاستنشاق. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لا يبولن الجملة نهي، ولكن الفعل لم يجزم لأنه متصل بنون التوكيد، والفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد يكون مبنيا على الفتح. وقوله في الماء الدائم فسره بقوله الذي لا يجري، وقوله ثم يغتسل فيه بالرفع على أنها جملة استئنافية أي ثم هو يغتسل فيه، وقيل إنها بالنصب ثم يغتسل فيه فتكون ثم بمعنى مع، يعني لا يبول مع الاغتسال. هذا الحديث فيه النهي عن بول الإنسان في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يذهب يغتسل منه أو يغتسل فيه. لماذا؟ لأن هذا فيه من التضاد ما هو ظاهر، كيف تبول فيه والبول نجس ثم تذهب تتطهر فيه؟ هذا تناقض. وربما يكون الماء قليلا فإذا بال فيه الإنسان تغير فيغتسل في ماء متغير نجس. المهم أن هذا الحديث يستفاد منه أنه لا يجوز للإنسان أن يبول في الماء ثم يغتسل فيه، ولكن قد ورد هذا الحديث في لفظ آخر بالنهي عن البول في الماء الراكد فقط وإن لم يغتسل فيه، فعلى هذا يكون النهي عن البول في الماء الراكد سواء اغتسل أم لم يغتسل. ثم قال المؤلف ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هذا نهي عن إيش؟ عن الاغتسال. فيكون النهي إذن واردا على ثلاثة وجوه. الوجه الأول البول في الماء الراكد سواء اغتسل فيه أو لا، ووجه النهي عنه أنه إذا جاء فلان وبال في هذا الماء الراكد وجاء الثاني وبال وجاء الثالث وبال فإن الماء يفسد. وأما الاغتسال عن الماء في الاغتسال عن في الماء الراكد من الجنابة فظاهر، لأنه لو جاء فلان واغتسل وجاء فلان واغتسل وجاء فلان واغتسل تلوث الماء بالعرق والرائحة الكريهة ففسد على الناس. وأما النهي عن البول ثم الاغتسال فظاهر أيضا لأنه أشد قبحا، إذا كان منهيا عن البول فيه دون الاغتسال أو الاغتسال دون البول فالجمع بينهما من باب أولى. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان الماء جاريا فلا بأس، لا بأس أن يبول فيه ولا بأس أن يغتسل فيه، مثل النهر أو لا يصح تمثيل النهر، لا يصح. لماذا؟ لأن النهر متكاثر ماء كثير، ولهذا لا ينهى عن البول في البحر ولا الاغتسال فيه بالاتفاق، لكن إذا كان ساقية في المزرعة تجري وبال الإنسان في الساقية واغتسل أو توضأ منها فهذا لا بأس به. ولكن لا، أنه إذا كان في أسفل الساقية من يريد أن يتوضأ فهل لك أن تبول فيها؟ لا، لأنك إذا بلت فيها أفسدتها على من بعدك فلا تفعل. ومن فوائد الحديث حرص الشارع على كمال الطهارة والبعد عن وسائل تنجيس المياه، فيكون في هذه الفائدة فائدة أخرى تنبني عليها، وهي أن الماء مال تجب المحافظة عليه، ولا شك أن الماء مال وقد يكون أغلى من الذهب والفضة. الماء أغلى من الذهب والفضة؟ كيف؟ أين؟ في الحالة، يعني افرض انسان في ثلاثه من الارض وعنده اناء يسع صاعا من الماء وفيه ماء
وهو الآن بين الموت والحياة، إن شرب من هذا الماء حي وإن لم يشرب مات. وقال له صاحب الماء: أنا لا أبيع عليك هذا الصاع إلا بصاعين من الذهب. هل يشتريها أو لا؟ ها؟ يشتريه. إذا صار الماء أغلى من الذهب والفضة. ولهذا قال العلماء: إن الماء مثلي إلا في المفازة، إلا في المفازة. إيش الكلام هذا؟ الكلام هذا يعني لو أخذت القربة قربة الماء منك، نعم، وأرقتها، وأرقتها أنا، بماذا أضمنه لك؟ بملئها ماء. لكن لو أخذت منك القربة في مفازة وشربتها، لما وصلنا البلد قلت تعال ملك القربة، يجزي ولا ما يجزي؟ ما يجزي، هذا غير متقوم. يقال: كم تساوي القربة في تلك المفازة؟ قالوا: تساوي 100 ريال، لكن القربة في البلد تساوي 1 ريال، فتعتبر القيمة في مكانها. فالماء مثلي إلا في المفازة، فتعتبر. وش المعتبر يا عبد الله؟ أين المعتبر؟ يعني القيمة. وش نتكلم فيه؟ وش المفازة؟ أي تمام. طيب، إذا كان الماء متمولا وكان له قيمة شرعا، فإنه لا ينبغي لنا أن نسرف في التصرف فيه، كما يوجد من بعض الناس الآن الإسراف التام وعدم ملاحظة الحباسات في الماء. فتجد أحيانا بعض البيوت تمر من عندها والخزان يصب ماء كل الليل، يصب ماء. هذا لا ينبغي، هذه إضاعة ماء. ثم الماء الجوفي والحمد لله يعني فيه نوع من الأمان، لكن السطحي الذي يكون من المطر هذا ما في شك فيه الشح عظيم، لأنه قليل في الغالب، ثم لو تأخر المطر نضب الماء. لكن أكثر الناس وهذا ما وش الماء ما يسوى شيء، ما هو ما له قيمة، وهذا غلط. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب. إذا شرب وإذا ولغ يدل على أن الولوغ هو الشرب، هو الشرب. لكن شرب الكلب شرب خاص، يشرب بطرف لسانه، يعني ليس يضع كل فمه بالماء ويعب، لا، يشرب بطرف لسانه وينقل الماء من الإناء إلى فمه، هذا هو الولوغ. والكلب المراد به الجنس، فيشمل جميع الكلاب حتى الكلاب المأذون فيها تدخل فيها. بل لو قيل إن دخول الكلاب المأذون فيها من باب أولى لكان أولى، لأن الغالب أن الذي يماس الناس هي الكلاب المأذون فيها. طيب، وقوله في الإناء، خرج بهما لو ولغ في بركة أو ساقية أو ما أشبه ذلك. وقوله في إناء أحدكم، ليس هذا قيدا مخرجا أو قيدا مشروطا، لكنه قيد أغلبي. وعلى هذا فلو ولغ في إناء غيري وهو عندي فالحكم واحد ولا يختلف؟ الرسول قال في إناء أحدكم، وهذا مو لي، ها، من باب الأغلب. وما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له، كما أن ما كان قيدا بيانا للواقع فلا مفهوم له. فهمتم القاعدة هذه وهذه؟
القيد الأغلبي لا مفهوم له، والقيد الذي لبيان الواقع لا مفهوم له أيضا. مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هل قوله في حجوركم قيد؟ قيد قيد شرط ولا قيد غالب؟ قيد غالب، ولهذا لم يذكر الله مفهومه، بل قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم. القيد الذي لبيان الواقع قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل هذا لبيان لا برهان له به هل يدل على أن الآلهة التي من دون الله منها ما له ما به برهان ومنها ما لا برهان له ما لا برهان به؟ لا، لكنه لبيان الواقع. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هل يفهم من ذلك أنه لو دعانا لما لا حياة لنا به فلا نجيبه؟ لا، لأنه يعني لا يدعون لما لا حياة لنا به. فالمهم انتبهوا لهاتين القاعدتين، كل قيد لبيان الواقع فلا مفهوم له، كل قيد لبيان الأغلب فلا مفهوم له، كل قيد للمبالغة فلا مفهوم له. إن تستغفر لهم 70 مرة و90 كذلك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومثقال جبل كذلك، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما ومن اقتطع ميلا. طيب والله أعلم. نعم نعم. ايش؟ اي لكن كلمة باتت البيتوتة لا تكون الا في الليل، ما يمكن ان الناس ينامون في النهر وفي الليل. اي نشوف اللي ما اخذ بالاول. ها ما اخذ. طيب بعض العلماء يقول قوله تعالى لا برهان له به مثل قوله تعالى اذا دعاكم ما يحييكم ان هذا تعليل. لا لا، هذا لبيان الواقع، لكن انا اردت ان اقول اذا كان لبيان الواقع فما الفائده منه؟ الفائده انه للتعليل، يعني انه لا يمكن ان تجد برهانا، لا يمكن ان يدعوكم لما لا فيه. مثل يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. طيب لنا رب لم يخلقنا، لكن لبيان انه مستحق، لبيان الواقع وانه مستحق لئلا يعبد وحده. نعم. الآيتان في النوم. ها. نعم. أذكار النوم الظاهر أنها في نوم الليل أيضا، لكن إذا ذكرها الإنسان في نوم النهار فحسن، ما تضره. ما أظن، أنا أرى أنها في نوم الليل فقط، لكن ذكرها فيه. نعم. أي أنت سلام؟ سلام. نعم. أي هذا مو قول فقه، هذا حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لكن لا يلزم من هذا من الأذية أن يكون نجسا، لأن الذي بعدك إذا رأى أنك بلت فيه أو إذا علم سيتكرهه، وهذا إذا أله. نعم. أي نعم، لكن لو نمت في النهار في رمضان هل يقال بت؟ هل يقال بت؟ يقول نام بالنهار أكثر صحيح، والنهار أكثر في رمضان، لكن ما يقال أنه بات.
على كل حال نحن ذكرنا إن أنه المتيقن الآن أنه بالليل، في النهار غير متيقن ما دام الرسول علل بهذا العلة. لكن من فعل هذا طيب، ألا تغمس يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثة. كذلك أيضا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نام الإنسان أن يستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشه. هذا في صلاة الليل، هذا في نوم الليل. في نوم النهار لا، ليس كذلك. لكن لو أن الإنسان فعل واستنثر ثلاثا، لا نقول هذا بدعة، احتمال أن يكون الحديث دل عليه.